الصحافة ليست جريمة، هكذا هتف صحفيون داخل قاعة المحاكمة في مجلس قضاء الجزائر حيث حكم الصحفي خالد دراني. وبالدموع تلقى أصدقاؤه الحكم الصادر ضده بالسجن سنتين مع غرامة مالية، حكم ناثر استياء هيئة الدفاع التي أكدت أن التهم تخضع لبعض سياسي. كل هذه التدخلات هي التي أسست لنوع من الأحكام والقرارات الصادمة التي لا تحترم الحرية الأساسية للمواطن، ولا تحترم حرية الصحافة، ولا تحترم حق الدفاع، ولا تحترم الحرية الأساسية للمواطن. نحن لا يمكننا أن نؤسس لمرحلة جديدة بهذا النوع من القرارات، بهذا النوع من القضاء. العشرات تظاهروا أمام مجلس قضاء الجزائر مطالبين بالإفراج عن الصحفي خالد درارني المسجون منذ مارس الماضي، واصفين الحكم الصادر ضده بأنه جائر، ومتسائلين عن مصير حرية الإعلام في الجزائر. كنا نتوقع على الأكثر 6 أشهر سجن نافذ ويخرج خالد درارني يعني بعد أيام من السجن، لكن في الواقع اليوم ثبت أنه لا توجد أي إرادة للتهدئة، لا توجد أي إرادة لتغيير هذا الواقع المر والأغبر الذي نعيشه في الجزائر. اليوم حرية الصحافة في الجزائر في خطر، لأنه سجن صحفي في مخالفة واضحة للدستور الجزائري في المادة 51 التي يمنع فيها سجن الصحفي. مجلس القضاء أصدر أيضا حكما على الناشطين السياسيين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بالسجن سنة منها 4 أشهر نافذة بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، مع إسقاط تهمة المساس بالوحدة الوطنية. قلناها، نحن ننتظر من القضاة أن يفصلوا الجانب السياسي عن الجانب القضائي في الملفات. اليوم مرة أخرى هو حكم سياسي. وبعد حملات التضامن الدولية الواسعة مع الصحفي درارني، يصر كثيرون على التعبئة ومواصلة الضغط الإعلامي على السلطات القضائية والسياسية للإفراج عنه. أحكام وصفت بالقاسية ضد الصحفي خالد درارني، 2 سجنا نافذا في حقه، بالرغم من المطالبات المتكررة للإفراج عنه من قبل صحفيين ومنظمات دولية، فيما ترى هيئة الدفاع أن الحكم الصادر ضده له بعد سياسي. نريم قداشة، الحرة، الجزائر.